الأهلي يفقد لقب البطل بكأس مصر بعد خسارته 2-1 في النهائي. كابتن علاء، نتيجة يعني ما كناش نتمناها. كنتش اتمناها، لكن هي حصلت، وهي المباراة حسمت من الشوط الأول. مظبوط. يعني قبل بس كل حاجة لازم نقول مبروك لنادي الزمالك على الفوز ببطولة الكأس. يعني هارد لك النادي الاهلي الشوط الثاني، لان الاخطاء بتاع الشوط الاول لايمن كلفتك بطوله من الاخر. يعني احنا كنا بنتكلم في الاستوديو في الاول، وقلنا التعامل مع مثل هذه المباريات، التعامل مع مثل المباريات لازم يبقى في كل وقت انت بتحسب الدقيقه انت هتعمل فيها ايه. لكن انت الشوط الاول انت ما كانش النادي الاهلي خالص، يعني ما كانش النادي الاهلي في اي حاجه، ولا روح ولا اداء ولا يعني المقاومات اللي احنا كنا عليها في الاول. والزمالك قدر يحرز هدفين، وكان ممكن النتيجه تبقى عاليه جدا الشوط الاول. لازم نتكلم يعني باللي حصل في الملعب النهارده واللي نشفته كله. احنا خسرنا الماتش الشوط الاول. الشوط الاول انت خسرت البطوله، انت خسرت البطوله الشوط الاول. حاولت الشوط الثاني بالتغييرات بصلحت شكل اللعيبه، ودي بكتب عليها مليون خط. شكل اللعيبه في الملعب هو اللي فرق معاك، يعني كل واحد لاعب في مكانه، كل واحد في الحته بتاعته. بقى شكلك مقبول، انا مش عايز اقول شكلك مقبول احسن من الشوط الاول، واحرزت هدف. لكن هي المشكله ايمن بعد ما احرزت الهدف، بعد الهدف يعني يا جماعه احنا عارفين النادي الاهلي ان بعد الهدف حتى لو متاخر ثلاثه الموضوع بيختلف، الموضوع مختلف تماما. يعني انا ما بحبش اقول زي مش عارف جيل كذا وجيل كذا، لا يعني الجيل كان فيه اسامه، ماتش الاتحاد الليبي احنا خسرين في ليبيا 2-0، كنا لازم نكسب ثلاثه هنا وكسبنا ثلاثه، اسامه كان موجود معانا. لكن انت الرغبه يا ايمن، انت عاجز، انت بتدور على هدف، فالهدف جه الحمد لله، ادور على الثاني وادور على الثالث، لكن بس ادور حتى على الهدف الثاني بهدوء وبشكل، لكن مش بعشوائيه. يعني انا اسف بتكلم كلام كده، بس هي عشوائيه. والزمالك سلم الشوط الثاني، ده الشوط الثاني تماما، يعني اعتمد على هجمه مرتده، ويمكن تغييرات الجزيري ريحت دفاع النادي الاهلي خالص، لكن هو في الاخر قدر يطلع بالمكسب، بالبطوله، بالكاس اللي هو دايما بيدور عليها. هو فوجئ بشكلك الشوط الاول زي ما كلنا فوجئنا بشكل الاهلي في الشوط الاول، كلنا جماهير النادي الاهلي كانت في صدمه في شكل النادي الاهلي، مش في الاداء، في حته الروح والحماس والجري، اللعيبه في الجري وكده. ما هو انت الشوط الثاني ما انت جريت وحاولت وبقت تجري اكتر من الشوط الاول. طب ما لما في يعني لما المخزون البدني ده موجود والروح دي موجوده، ليه لازم اكون متاخر 2-0 عشان ابدا اجري واتحرك وادوس على نفسي؟ وفي حد في الشوط الثاني ما جريش؟ كله بيجري بس كله جري بيلهس ولا عايز التعادل. فحته تفكير انت مش فاكر كويس. في بعض اللعيبه لازم، انا بقولها للمره الثانيه، بعض اللعيبه لازم موقف حاسم معاها، دي مش لعيبه النادي الاهلي، ما ينفعش من الاخر، ما ينفعش. بعض اللعيبه بقول، لكن في لعيبه بتحاول وحتى التغييرات نفعت. يعني الراجل وليد حاول، محمد محمود حاول، حسام احرز هدف، تغييرات خلت شكلك كويس. لكن لا، انا مش النادي الاهلي اللي ابقى متاخر 2 يا ايمن وكله قاعد على اعصابه وبندعي يا رب نتعادل، عمرها ما حصلت دي. ما ينفعش، يعني ما ينفعش. انا قلت في اول الاستوديو وكلنا اجمعنا على كده حتى قبل ما نطلع هوا، قلنا هزيمه بيراميدز هتخلي الموضوع النهارده مختلف، لدرجه ان يعني قبل المباراه جماهير الزمالك خايفه. انت متخيل جماهير الزمالك قلقانه ان انت خسرت من بيراميدز؟ عشان هم متخيلين ان النادي الاهلي لما بيخسر مباراه المباراه اللي بعدها بتبقى بين قوسين كده وبال على الفريق المنافس. وبال، عارف يعني ايه وبال؟ اللي هو هيفضل يحسب ال 90 دقيقه تعدى عليه ازاي، لانه عارف نوعيه لعيبه النادي الاهلي لما بتخسر مباراه مش تخسر بطوله. لكن البدايه النهارده صدمه، صدمه، يمكن صدمه حتى اللعيبه نفسها. ولعيبه نادي الزمالك اتحداك لو سالت واحد فيهم تقول له هو النادي الاهلي انت كنت متخيل بينزل كده؟ اتحداك، ولا حتى المدير الفني بتاعهم. لكن هم لقوا فريق خلاص اقدر اكسب واحد واثنين وممكن ثلاثه واربعه، وبرده في الماتش الشوط الثاني في كوره جت في القائم بتاعت اشرف بن شرقي. ف ماشي، هارد لك لعيبه النادي الاهلي، مبروك للزمالك، لكن بطوله تضيع منك في بطوله تضيع منك، لا لازم وقفه صح زي ما احنا بنقول، وقفه صح. انا ما حملش حد على فكره خساره النهارده، احنا فريق اسمه فريق النادي الاهلي، فريق بيكسب النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي هو اللي بيخسر او بيحصل اي تعثر. لكن النهارده انت ما تستحقش المكسب،
انت البطوله طلعتها طارت منك في الشوط الاول، ضيعتها بايدك على فكره، بايدك كده اديت الشوط الاول لفريق قوي محترم بيعرف يستغل الفرص، عنده لعيبه خطر، واتكلمنا المشكله اللي احنا الاربعه واحنا او الخمسه كمان، انت كمان اتكلمت ايام على خطوره لعيبه النادي الزمالك وفي انهي منطقه وفي انهي، يعني انت متخيل الكلام اللي احنا كان فيه كله هو اللي حصل منك، حتى لو في خطا في الشوط في الهدف الاول من الشناوي مش معنى ان في خطا يحصل يبقى لازم يجي فيها هدف، لكن ماشي موافق. انا على فكره انا يعني كواحد محب النادي الاهلي موافق تضيع مني بطوله، مع ان على عيني الموضوع ده بالنسبه لي مش مقبول، لكن ماشي بطوله ضاعت لازم، لا لازم لازم برضو للمره الثانيه بعدها في نفس الاستوديو لازم في ناس كتير قوي تعرف قيمه النادي الاهلي. يا جماعه النادي الاهلي قيمته كبيره جدا 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 فوق ما تتخيلوا، النادي الاهلي قيمته كبيره قوي. اخسر انا موافق اخسر، بس لما اخسر الاقي جماهيري كده بتسقف لي، دي عندي بالدنيا بالدنيا عندي، انما جماهيرك يعني الشوط الاول مستغربه وعلى فكره كل اتحاد جماهير النادي الاهلي النهارده اللي بتشجعك، جماهير النادي بتشجعك، انت خسران 2 وبتشجعك، الشوط الثاني بعد هدف بتشجعك لحد اخر ثانيه الجماهير بتشجعك. في لعيبه متضايقه وحماسيه جدا ومتعصبه جدا في الملعب، لكن لا لازم تعرفوا للمره المليون قيمه النادي الاهلي، قيمه انك تلبس تيشيرت النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي ده غالي جدا، انت ما يعني الناس كده ما تعرفش قيمته، لما تقلع التيشيرت ده وتروح حته ثانيه تعرف قيمه انت كنت فين، تعرف قيمته كويس. لكن خلاص النهارده لك بطوله وراحت، مبروك لنادي الزمالك بطوله الكاس، وان شاء الله يبقى نفكر في في في, في البطوله الاهم المحببه لينا الدوري، لان كده الموسم لازم تنقذه ان شاء الله رب العالمين ببطوله الدوري. الموقف صعب وكده وخبطتين تقال جدا من بيراميدز ومن الزمالك ببطوله، محتاجه وقفه صح، محتاجه رجاله بقى، رجاله صح، رجاله تتلم ورجاله تقوم تاني ورجاله تلعب مباراه قادمه ان شاء الله يوم الاحد بشخصيه النادي الاهلي وتكسب وتبقى عينها على بطوله الدوري. ده ما يعني هو ده الكلام اللي عندي دلوقتي. كابتن عادل، الخساره دي خساره كاس مصر 2021 اللي احنا فقدنا فيه الدوري برضه، ولكن زي ما قال الكابتن علاء احنا خسرنا من الشوط الاول. بص يا كابتن، خلينا اكلمك على اربع اسباب سريع كده. السبب الاولاني التشكيل غير جيد في الشوط الاولاني، اضاع منك في الشوط الاولاني شوط كامل، عدم انتظام لعب وهدفين، تكلفت هدفين دول خلوك تطلع الشوط الاولاني بلا تنفيذ، شكلك مش كويس، ادائك غير جيد ومغلوب 2-0، ده السبب الاولاني. السبب الثاني يا كابتن لازم البحث عن عدم ثقه اللاعبين في بعض، ودي مهمه جدا. ده بيجي من ايه؟ عدم ثقه اللعيبه ببعض في تحركاتهم، في الباص، في الباص بتاعهم، في الشوتينج، في التغطيه. النادي الاهلي بيدخل فيه اهداف ساذجه بلغه كره القدم، انت اللي بتدخلها في نفسك، انت اللي بتجيبها في نفسك، ده من عدم ثقه اللعيبه. ثالث سبب، من امتى النادي الاهلي بيتسربوا الياس في لعيبه النادي الاهلي؟ انت الشوط الثاني كنت افضل من الزمالك بمراحل، اشتغلت فتره قوي، نادي الزمالك رجع لك وساب لك، يعني الشوط الاولاني نادي الزمالك تسيد المباراه وجاب هدفين وكان ممكن يبقى اطلع اكتر. نادي الزمالك الشوط الثاني انت افضل منه ورحت اكتر منه وكنت هتجيب اهداف اكتر منه، ولكن ضيع فرصه ولا اتنين، ولكن الياس يعني جالك في الاخر، في اخر 10 دقايق بعد ما النادي الاهلي اول مكان يجيب الهدف يا كابتن كانت تلاقيه شعله نار. ده السبب الثالث. علشان كده السبب الثلاث اسباب اللي بكلمك عليهم بالذات الاثنين والثالث، الرابع بقى، كل ده ادى الى السبب الرابع اللي هو عدم تنفيذ التعليمات جوه الملعب. بغض النظر عن تعليمات ممكن تكون صح، تعليمات ممكن تكون غلط في طريقه لعب، انا ماليش دعوه، لكن انت كلاعب ما بتنفذهاش. اديك مثال بسيط جدا، اخر 10 دقائق تقدر تقول لي لعبنا ازاي؟ عبد القادر كان المفترض ان هو بيلعب ناحيه اليمين لان لعبنا ثلاثه، وعبد القادر كان هيلعب مكان محمد هاني ناحيه اليمين عشان يزودك. محمد
عبد القادر اخر 10 دقايق اللي انت محتاج تفتح فيهم الملعب لقيته راح عند الراس حربة، عدم تنفيذ تعليمات. الحاجه الثانيه المهمه، مجدي قفشه بصيت لقيته بيلعب في نص الملعب المفروض يبقى فوق شويه، ببص الاقيه ينزل تحت ياخد الكور، اشوف شويه منعم يروح ناحيه اليمين، يعني اخر 10 دقايق انت ما نفذتش تعليماتك كلها. اخر سبب الخامس اللي عندي، يعني في بعض اللاعبين لازم يكون على قد تيشيرت النادي الاهلي. الضربه اللي ما بتقسمش بتقوي، بس بتوريك معدن اللاعبين الجيدين اللي يقدروا يلعبوا قدام بيراميدز وقدام الزمالك، واللي يقدروا يخرجوا الفرقه من المأزق ده. انا مش بتكلم على الوقت ده، انا بتكلم فيما بعد. جميل في لعيبه اديتك كتير وحاجات كده، لكن هي كره، سمه كره القدم كده، يعني مش كل اللعيبه هتفضل عايشه طول العمر. انت اديتني اهلا وسهلا وخدت بقى تمام زي الفل، انا بكلمك بمنتهى الامان، لكن مصلحه التيم والنادي اعلى من اي حد، خلاص انتهى الموضوع. يعني اعاده صياغه شويه، خلينا نتكلم باسلوب، يعني ايه، احنا عندنا دوري ولسه هنلعب دوري، لكن خلينا نتكلم في المستقبل. انت تشتغل على المستقبل، النادي الاهلي قوته انه يقوم بسرعه. احنا خسرنا كاس مصر لكن ممكن كاس مصر ده يدينا 5-6 سنين البطولات زي ما بنعمل، احنا عمرنا ما بنقع فترات طويله. لكن في علامه استفهام في الوقت الحالي. ايه هي علامه استفهام؟ النادي الاهلي يخسر من بيراميدز بطريقه مش كويسه من لعيبته، ويجي يلعب المباراه اللي بعديها ابص الاقي كل الصفات اللي عندنا القويه بتتحول بقدره قادر لسلبيه. كتير كتير اوقات كتير قوي بروح لعيبه النادي الاهلي، ده بكلمك بمنتهى الامانه، بناخد بطولات ترجع وبتاخد بطولات، يعني كتير ما بنبقاش عندنا، يعني النهارده فنيا مش جيدين، لكن عندك حاجه عمرك ما فلتت منك، القتال والروح. انا ما طلبتش منك انك تبقى مارادونا، ما طلبتش منك ترقص ل 35 لعيب وتجيب لي جون، انا بقول لك اجري، بقول لك موت نفسك. ما هو انا عايز اقف بس في الحته دي، معلش ما انا هقف معاك بس. ما هو انت بتقول ان الروح ناقصان، واحنا متفقين في بعض الاحيان الروح مش موجود، ولكن الروح لا تباع ولا تشترى. انت بمجرد ما بتلبس فانيله النادي الاهلي خلاص انت بتتطبع بطباع لعيبه النادي الاهلي. مش كله، مش كله، بدليل اللي حصل. بص يا كابتن، احلى حاجه او احسن حاجه لما تروح لطبيب وتقول له على العله بالظبط. انا ممكن اروح لطبيب يسالني على عندك ايه، وانا يكون مثلا ايديا دي وجعاني اقعد اكلمه على رجلي واقول له رجلي يا استاذ هيعالجني، لسه المرض موجود اللي في دراعي. بص يا كابتن، انت بتتطبع بروح النادي الاهلي، لكن في يا كابتن في لاعبين، خلينا نبقى نتكلم كلام عشان نعالج صح ونقوم بسرعه. في لاعبين النادي الاهلي اكبر منها، ده طبيعي في الوقت، مش انا العادل اللي بقول كده، ده المعطيات والمباريات هي اللي بتقول كده يا كابتن. يعني انا مش هسمي اسماء، لان في لعيبه اديتك كتير قوي ومستواها وقع في فتره، لكن انا ما بعتبش عليها. يعني انا مثلا عايز اقول لك حاجه، لما يجي لعيب يديك روحه النهارده ويموت، يعني محمد محمود ده اللي ما بيلعبش بقاله مده، النهارده محمد محمود هو نزل، ها كره يطلع بدماغه ويقاتل ويعمل. حتى وليد سليمان، وليد سليمان الكبير في السن اللي بيقولوا عليه كبير في السن، اكبر لعيب، اكبر لعيب سنا 37 سنه، ولكن روح وقلب وغير. بص اقول لك حاجه، اتفرج على وش وليد سليمان، يعني دي مهمه جدا، اتفرج على وش وليد سليمان ووش لعيبه اخرين، يعني مش عاوز اقولها، اللي خد على السنتره كتير، فاهم الكلمه دي، اللي ياخد على السنتره كتير ما بتلاقيش عنده الروح دي زي وليد سليمان، خلاص مخنوق وقاعد وميت وعاوز يموت نفسه ويجري وكرة تطول منه ويروح ويعافر ويعمل الحاجات دي كلها. يا كابتن احنا محتاجينها،
احنا النادي الاهلي طول عمرنا لما الحاجه الوحيده اللي مضمونه عندنا رحنا، عشان كده بنكسب وبنكسب كل البطولات الحمد لله، واحنا ابطال. ومش معناها ان احنا، وخلي بالك اللي احنا بنقوله ده دلوقتي ولا يأس مننا ولا حاجه، احنا ناخد الدوري ان شاء الله، ليه لا، هنشتغل وهنموت نفسنا لاخر الدوري واللعيبه تموت نفسها، لكن احنا بنقول علامات غير مضيئه في الوقت ده فرقه النادي الاهلي، اللي هي اهم نقطه عندك راحت منك روحك. خلينا نعترف عمرنا ما بنمشي على سطر ونسيب سطر. فيوتشر ماتش فيوتشر كتير قالوا ان كان عندك روح، لا فيوتشر انت جبت جون بدري، انت جبت جون بدري عشان كده الفرقه الثانيه فروحك عليت. لا انا عايزك الاقوى لما تكون متاخر ها تيجي، زي الماتش اللي الاتحاد ولا مش عارف المصري ولا الاتحاد اللي كنا متاخرين بهدف وكسبناه في اخر دقيقتين جبنا جونين، امبي او امبي كنا متاخرين لكن بحته الروح. النهارده في اخر خمس دقائق دي اكتر حته زعلتني، اكتر حاجه زعلتني، عارف ليه؟ روح اللعيبه، بعض اللاعبين مش كل اللعيبه، وكانك هتخسر مباراه في الدوري عادي ومش تخسر بطوله بجد. يعني ما شفتش لعيب بكى، ودي حاجه مهمه، انا مش همثل، مش عاوز اللعيب يمثل عليا، لكن اللعيب نفسه ضاعت منه بطوله يا كابتن، ضاعت منك بطوله في حياتك ضاعت احنا لما بنتكلم انا عندي 19 بطوله وده يقول له انا عندي 18 بطوله، ما هي دي بطوله عندك، تبقى بدل ما يبقى عندك 19 يبقى عندك 20، يبقى عندك 21، كان زمان كل ده فينا. رغم هذا انا من عادتي ما بهدش الدنيا خالص لما اخسر عادي، انا ما عنديش مشكله، واللعيبه دي ياما فرحتنا وكسبتنا، بس هي سنه الحياه كده. انت النادي الاهلي مديك كل حاجه، متوفر لك كل حاجه، مدرب بيجي لك مدرب جديد، بس هو الحاجه اللي انا عايز اقولها انه لازم يعني لازم في الوقت اللي جاي القادم ده سامي يوصل للمدرب نقطة مهمة قوي، سمات وصفات اللاعب العربي، عشان هو أول مرة يجي المنطقة العربية، مش عايزينه يكتسب الصفات دي ويفهم اللعيبة وعقلية اللعيبة، ما يتعاملش بعقلية البرتغاليين مع لاعب مصري، ودي مهمة قوي. خلي بالك مهمة التواجد في المنطقة العربية وانت بتدرب، ليه؟ علشان نوعية اللاعب المصري غير البرتغالي غير الأوروبي، تكتشفها امتى انت كمدرب؟ ها بتكتشفها امتى؟ لما بتقعد معايا مده طويله، لما اقع معاك في خمسه سته سبعه مشاكل وبعدين افهم عقليتك. لا انا اروح دغري لصاحب التجربه واقول له ده عقليته عامله ازاي واسمع كلامه. لازم التقرير اللي يجي له يبص فيه اكتر ويعتمد على خبرات الاخرين، حتى لو مش معاه من الفرقه، خبرات الاخرين في نوعيه اللاعب المصري، لانه احيانا المدربين الاجانب، يا كابتن ايمن، احيانا المدربين الاجانب، ودي مهمه جدا، بيحبوا يكتشفوا لوحدهم. ولو حبيت تكتشف اللاعب المصري، ها هياخد وقت، لو حبيت تكتشف اللاعب المصري وهويه اللاعب المصري انت عايز لك مجلدات وعايز لك سنين تتعاشر معاه. لكن انا ممكن اقولها لك، انت تقولها لي، اسامه يقولها لي في كلمه او اتنين، بس مش اكتر من كده. كابتن بلال، يعني زي ما بنتكلم، الفوز والهزيمه في كره القدم ده امر طبيعي، ولكن زي ما قالوا الكباتن، اللي ما كانش طبيعي بدايتك في الشوط الاول. بص يا كابتن، طبعا الهزيمه اخطاء زي ما قلنا واتكلمنا قبل الماتش، وارد انك تعمل ماتش وحش، وارد بالظبط، عادي جدا بالظبط، لكن اللي مش وارد انك تخطا اخطاء سهله ساذجه او ساذجه بلغه الكوره. الهدف الاول خطا، الهدف الثاني خطا، خطأين، يعني انت بتتكلم في اخطاء فرديه ممكن تكلفك ماتش، يعني ده المفروض ما يكونش في كره القدم. انا طبيعي عادي ممكن الماتش، لو انا قلت لك خد بالك ما بين الشوطين، قلت لك احنا الماتش 2-2 ابتدينا يعني جيد جدا، الشوط الثاني قلينا، الماتش نفس الموضوع، احنا ابتدينا وحشين جدا الشوط الثاني
علينا وسجلنا هدف وكان ممكن نروح للهدف الثاني وسيطرنا، ولكن يعني انا ليا عتاب يعني على اللعيبه شويه. في بعض الاوقات يعني انا فين؟ سيبك بقى من المدير الفني وامكانياته وقدراته والتاكتكس وهو بيديني التعليمات، سيبك من كل ده، ممكن نحطه على جنب في اخر 10 دقائق في بطوله كاس مصر. تمام، انا لازم يبقى السبيريت روح القتال لازم يبقى موجود، لازم احس وانا قاعد بره عشان اسقف لك. خد بالك يا كابتن ايمن، هي الفكره كلها فيه انا. هو النادي الاهلي هيلعب 100 سنه هياخد 100 سنه كاس مصر؟ لا. هياخد 100 سنه دوري عام؟ اكيد لا. اكيد في وقت من الاوقات هتخسر، وضع طبيعي. كره القدم يا جماعه فيها مكسب وفيها خسار، النهارده بتخسر بكره بتكسب، النهارده بتكسب بكره، ده وضع طبيعي في كره القدم. لكن الوضع اللي مش طبيعي تمام ان انا اخسر وانا استحق الخساره، ده الوضع اللي مش طبيعي. ايوه دي اللي تفرق معانا احنا، ودي اللي احنا ما تربيناش عليها جوه النادي الاهلي وما تعودناش عليها وما ينفعش نتعود عليها ولا تبقى سمه في سمات لعيبه النادي الاهلي، ان انا اخسر ويقول لك اه ده الاهلي يستحق النهارده الهزيمه اداء وروح. ما ينفعش. الشوط الاول كان شوط سيء بالنسبه لنا جدا جدا جدا، اضعنا المباراه في الشوط الاول يعني بالبلدي كده، انت ضيعت الماتش او الماتش ضاع منك في الشوط الاول. الشوط الثاني حاولت، سجلت هدف في اكتر من فرصه كان ممكن تتسجل هدف، سيطرنا بشكل كبير جدا جدا جدا، بس ما حسيتش ان اللعيبه عايزه خلاص يعني تسجل الثاني. تمام، برغم ان السيطره كبيره جدا يعني انا شفت يعني انت بتلعب ناحيه اليمين ومسيطر ناحيه الشمال وعلى معلول خمس ست كروسات ومن الناحيه الثانيه ثلاث اربع كروسات، وليد سليمان بيحاول، المحاولات موجوده لكن الرغبه القتاليه، خد بالك الرغبه القتاليه ما حسيتهاش الحقيقه الشوط الثاني في يعني او في نهايه المباراه. احنا كنا بنقول قبل الماتش ان الاهلي اعتاد ياخد البطولات في الدقائق الاخيره، اعتدنا ان احنا بنكسب في الدقائق الاخيره. الدقائق الاخيره يعني سبع دقائق وقت ضايع، ده بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وبالنسبه لنا احنا كمان دي مباراه تانية خالص، دي مباراه احنا يعني هندخل الماتش. خد بالك انا يعني الحكم لما رفع سبع دقائق انا في تخيلي الشخصي او في توقعي او في امنياتي الشخصيه ان انا سبع دقائق لا ده انا هجيب جول واروح بقى للثالث والرابع عشان اكسب الماتش جوه الماتش نفسه، ما اروحش ركلات الترجيح. ده اللي اتعودت عليه وده اللي انا كنت منتظره الحقيقه النهارده في الماتش، ما حصلش. كان يعني محتاجين برضو قائد في الملعب شويه، محتاجين يبقى في قياده حقيقيه في الملعب مش كابتن شاره فقط لا غير. يعني للاسف احنا بنفتقد القياده في الملعب، بنفتقد حد يمسك يشد كابتن عادل يقول له يلا هنجيب جول. تمام، على فكره مش شرط ان انا ازعق، مش الفكره مش انك تزعق، لا الفكره انك تحسس كل الناس اللي حواليك بقيمه الوقت وبقيمه النادي تمام وبقيمه البطوله. هي دي الفكره، دي الفكره اللي المفروض نشتغل عليها الفتره اللي جايه او اللعيبه تشتغل عليها الفتره اللي جايه. اللعيبه دي اللي من سنتين خدت بطوله افريقيا وخدت دوري عام وخدت السوبر وخدت برونزيه كاس العالم، والسنه اللي بعديها خدت بطوله افريقيا والبرونزيه اللعيبه دي عندها امكانيات وعندها كواليتي، ممكن يحصل حاله تشبع في بعض الاوقات. الحاله دي بتبقى محتاجه حاجتين، ان التيم اللي قاعد بره، بنتكلم على التيم يعني مدير فني ومدرب وما الى ذلك والمعد النفسي واللعيبه الكباتن الفرقه، ان تبتدي يبقى في تجديد للدوافع. بس هو في لعيب نادي الاهلي بقى عنده تشبع من البطولات؟ بص يا كابتن انت يعني انت بص خد بالك صعب انت طبعا بص لا لا خد بالك انت احيانا في ماتش بتلعبه جامد قوي بتيجي اللي بعديه تخسر. ماشي صح، احيانا ماشي واوقات كتيره جدا جدا، بس احنا بنتكلم على بطوله. اه بس الظروف صعبه، انت الظروف انت خد بالك ممكن اه طبعا يا كابتن بتحصل لك حاله انت بتخسر بطولات ازاي؟ يعني ممكن تخسر بطوله ازاي؟ بتكسب بتكسب بتكسب، هيجي لك وقت انك يعني يحصل لك حاله من التشبع. ممكن يبقى عدم تعود. بمعنى يا كابتن؟ يعني عدم تعود انه ياخد بطولات كتير. انا بكلمك على اللاعبين، بتكلم على بعض اللعيبه يعني؟ على بعض اللاعبين. لا انا بتكلم انك وصلت للبيك بتاعك، يعني انت خدت افريقيا والدوري العام وبرونزيه، وتاني سنه خدت افريقيا وخدت البرونزيه، هيجي لك وقت انك انت يعني مش عايز اقول تمل يعني، بس خاصه انك انت ما فصلتش ما بين البطولات وبعضها، ما انت برضو كابتن افريقيا في الدوري في الكاس في السوبر في البرونزيه في افريقيا في الدوري في الكاس. ما هو كابتن ده وظيفه المدرب يعمل ماشي. ما ده اللي انا وانا قلت ايه؟ ما ده اللي بقول، ده اللي قلت لك محتاج المدير الفني والجهاز والمعد النفسي واللعيبه الكبيره اللي في النادي، اللعيبه الكباتن الفرقه، انه يجددوا الدوافع مع بعض، ان يبقى في حماس اكتر من كده. انت بتحتاج
تطلع الطاقات الايجابيه من جواك. هو النهارده الشوط الثاني ليه اختلف عن الشوط الاول؟ جامد جدا على الشوط الاولاني. اكيد المدير الفني اتكلم واللعيبه اتكلمت مع بعضها، فنزلت عندك حماس وطاقه انك تشتغل وانك تسجل هدف وانك تحاول تسعى ان انت تكسب المباراه. ولكن انت دخلت مش متاخر، دخلت متاخر بهدفين، ودي كانت هي دي الازمه اللي حصلتك، دي اللي صعبت الامور. هدفين باخطاء فرديه تمام خليتك تدخل الشوط الثاني وانت بتدور على الهدف الاول، والهدف الاول جه وكان ممكن تجيب الثاني على فكره. يعني انت كان في اكتر من فرصه ممكن كان النادي الاهلي يسجل تمام، لكن يعني الفرقه الثانيه ما ليها دور برضو. خد بالك انت مش تعمل كل حاجه الفرقه الثانيه وتبقى قاعده ساكته، ما هو برضو قفل كويس وعمل ولعب بلعيبه كلها دفاع منطقه تقريبا، شبه مش دفاع نص ملعب، ده دفاع منطقه، وابتدى يلعب على هجمه مرتده، ابتدى يشتت خلاص. الجيم بعد الدقيقه 30 اعتقد انه راح في حته ثانيه مختلفه خالص، غير الحته اللي كنا احنا نتمناها لعيبه النادي الاهلي. ولكن بطوله في نص الموسم انتهت خلاص، كاس مصر بطوله انتهت، عندك بطوله اكبر من كده وبطوله محباه بالنسبه لك وخسرتها الموسم الماضي، ما ينفعش البطوله دي تخسرها تاني خلاص، ما ينفعش خلاص. انت هتقفل الصفحه دي بتاعه كاس مصر تمام، وتشتغل بقى بدوافع جديده، بحماس جديد، برغبه جديده. يعني اعتقد المدير الفني الفتره اللي جايه هيبقى العامل النفسي والتكتيكي هيبقى اكتر من العامل البدني والشغل، يعني من وجهه نظري اعتقد يعني انك ما فيش وقت تشتغل، يعني في وقت انك تدرب وتعمل لياقه بدنيه وترفع المعدلات البدنيه بتاعت اللعيبه، لكن تشتغل حاجات صغيره مع الحته النفسيه. لعيبه النادي الاهلي محتاجين دوافع، محتاجين الدوافع. مش هنتكلم على الحاجات الفنيه، في لعيبه في الملعب بعيده عن مستواها، عشان يبقى الكلام يعني بنتكلم كلام يعني واضح، في لعيبه بعيده جدا عن المستوى، محتاجه تراجع نفسها، محتاجه تفكر كويس، محتاجه تقعد مع نفسها، يبقى في اتزان شويه. ما ينفعش يبقى انا عندي 3 4 لعيبه كبار قوي في الفرقه وبعيد جدا في الماتشات المهمه اللي انت محتاجها، يبقى بعيد عن مستواهم، بعيد عن طريقه اللعب كمان اللي احنا اعتدنا عليها، واللي المفروض فرقه النادي الاهلي محتاجك تلعب بالطريقه دي. اللعيبه دي لازم كمدير فني يشتغل نفسي معاها تمام، ولازم هم كمان خلاص نخرج من حته ان احنا خسرنا الكاس وعندنا احباط واتغلبنا من بيراميدز، الكلام ده خلاص ما ينفعش يبقى موجود داخل جدران النادي الاهلي. انا افتكر احنا خسرنا بطوله دوري عام 2003 تقريبا، وكان عندنا كاس مصر تمام، بعد ممكن اسامه كان موجود، كنت انت لسه طالع يا اسامه اعتقد مش كده صح؟ وسبب كان موجود معانا احنا، انت مجرد ان انت النادي كله بيشتغل على تجديد الدوافع والرغبه والحماس، وصلت وخدت نهائي كاس مصر من الاسماعيلي وخدت البطوله. فانت محتاج تعمل دي، محتاج تعمل النقله دي مع اللعيبه دي في الوقت الحالي. لازم تشتغل نفسي كتير جدا، لازم تشتغل مع اللعيبه، لازم تتكلم، لازم تجدد الدوافع، لازم تشوف مين اللعيب اللي عايز يلعب في الوقت الحالي وعايز يديك في الوقت الحالي. وده يبقى هو ده على فكره. انا لعيبه مصر كلها مع احترامنا الكامل لكل اللعيبه، الكواليتي يعني قريبه جدا من بعضها، وانت عندك كواليتي اعلى 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 كواليتي في مصر، يعني حتى اللعيبه اللي ما بتلعبش في النادي الاهلي الكواليتي بتاعتها اعلى من كواليتي اي فرقه في مصر. فالمقارنه هتبقى لصالحك في كل الاوقات، سواء لعبت باللعيبه الاساسيه او اللعيبه الاحتياطي، اللعيبه الناشئين، الكواليتي بتاعتك عاليه تمام. وده احنا شفناه في اوقات كتيره جدا مع النادي الاهلي وكلنا لمسناه. فالنهارده لازم الفتره اللي جايه تبقى فتره الدوافع تمام، الفترة اللي جاية لازم يبقى أنت النهاردة بتجدد عند كل اللعيبة، بتجدد الدوافع بتاعتها، الحماس بتاع اللعيبة لازم يبقى موجود. لو أنت لعيب عندك شايف، يعني أنا بالنسبة لي لعيب جاهز نفسياً وبدنياً أحسن من لعيب عندي مهارياً، أنا عامل إيه بلعيب مهاري مش قادر يديني 100% بالنسبة له بكامل الباور بتاعه. فأنا أتمنى يعني إن شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله يعني يبقى في اجتماعات كتيره جدا مع اللعيبه وبعضها. خد بالك لان دي برضو هدف، يعني دي نقطه مهمه جدا جدا. اكيد يعني مستر سواريش هيتكلم مع اللعيبه، اكيد هيبقى في حماسه كده، هيبقى في رغبه اكتر من كده. اكيد اللعيبه هتحس بالموقف الصعب اللي هم فيه واللي النادي فيه واللي الجمهور فيه، والامور تبقى افضل بكده من كده ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه باذن الله ان شاء الله. كابتن اسامه، و لو كنا بننتقد بعضنا من حبنا للنادي الاهلي، ولكن احنا من بدايه المباراه صعبنا الامور على نفسنا. احنا قلنا في بدايه المباراه ان مباراه زي دي لا تحتمل الاخطاء. بالظبط. الفريق اللي هيكون اخطاءه قليله
هو اللي يقدر يكسب المباراه. انت في بدايه المباراه ما دخلتش بشخصيه البطل، مظبوط، انت داخل حاسس ان اللعيبه قلقانه، دخلت اول خطا فردي او شخصي من محمد الشناوي. محمد الشناوي حارس كبير النهارده بيتوج بافضل لاعب داخل قاره افريقيا، ما ينفعش يخطا الخطا ده، ده في الدقيقه 5 خطا ما ينفعش بخبرات محمد الشناوي، الخبرات الكبيره جدا الفتره اللي فاتت، بندعم بنساند بنوقف بنطبطب في وقت من الاوقات، لكن اللعيب هو اللي في الملعب في الاخر، اللعيب هو لازم هو اللي يراجع حساباته، لازم هو اللي يشوف مستواه ايه اللي خلى الكيرف من احسن لاعب لافريقيا لكده. طبيعي اللعيب بينزل، بس لازم اللعيب يقعد مع نفسه يراجع حساباته. خطا قلنا ما ينفعش في المباريات اللي زي دي البطوله يبقى فيه اخطاء، خطا دخلت الزمالك نفسيا، ركب الجيم، بدا المعنويات تزيد، خاصه ان الزمالك كان في بدايه المباراه قلقان وبيلعب وسايب لك الكره واستحواذ، خطا ساذج. والهدف المبكر ده اربع حسابات بدات تقلى شويه في المباراه، مزبوط. عايز ارجع، طب اهاجم، مزبوط. الهدف الثاني يخش فيها، الهدف الثاني شوف ياسر ابراهيم برضو كره وانا جنب الخط اعتبر، يعني لعيبه النادي الاهلي هي اللي خسرت نفسها بايديها، مش تفوق من لعيبه الزمالك، على قد ان لعيبه النادي الاهلي اخطاء منها. بدا الزمالك يدخل في الجيم اكتر، المعنويات ترتفع، الشوط الاولاني الزمالك انا بقول لك خده كاملا، الشوط الثاني المدير الفني بدا يغير حاجه ثانيه. قبل بس ما نروح برضو للشوط الثاني، ودي حاجه بتعاند النادي الاهلي، الاصابات، كم الاصابات اللي عندك، وده مش وليد الصدفه، انت لو انت بتتكلم عن 3 سنين فاتوا، النادي الاهلي فريق بياخد كل البطولات، بيحصد كل البطولات، بيلعب افريقيا وسوبر افريقي وسفر واكتر لعيب وكاس عالم ودوري مصري، مش السنه اللي فاتت، اللي قبلها الدوري المصري السنه اللي فاتت برضه، نتيجه الارهاق انك بقالك 3 سنين شغال، مظبوط، والاجهاد الكبير، فتيجي النهارده تشوف برضه حته الاصابات. محمد شريف في اول 3 ساعات اصلا ما مسش الكوره، الراجل جات له اصابه. المباراه السابقه في مباراه فيوتشر طاهر، وتلاقي معرفش مين التاني، محمد هاني في اول 10 دقايق وبتغير، أي. عندك بيرسي تاو بيتعوق، وبلاقي حسين الشحات، فانت مفيش مباراه لعيبه النادي تكتمل، ده نتيجه انك انت بقالك 3 سنين شغال على نفس الطريقه. طب لعيبه الزمالك مفيش كاس عالم انديه، مفيش افريقيا بتخرج من الادوار الاولى، فانت عندك لعيبه مريحه تقدر تلعب، تقدر تادي، مفيش اصابات، فانت النهارده انت بتحارب في كذا حته، كذا حته اجهاد، واكتر لعيبه في المنتخب هتلاقي عندك في النادي الاهلي. انا مش بدي مبررات، انا لسه هتكلم الفتره اللي جايه ايه والموسم اللي جاي نشتغل على ايه، بس انا بكلمك دلوقتي ايه الحاله اللي وصلت لعيبه النادي الاهلي للشكل اللي احنا شايفينه. وانا اختلف مع بلال ان يقول الفتره اللي جايه لازم، لا، الفتره اللي جايه هتقابل صعوبات برضه، طبعا الفتره اللي جايه مش وردي، لازم انت تواجه نفسك بكم انك بقالك 3 سنين مفيش راحه، كم الاصابات اللي عندك، كم البطولات اللي انت لعبت فيها واخدتها، فانت محتاج الموسم السنه الجايه ايه اللي يحصل، هقول لك ده. بس بتكلم عن مباراه النهارده، الشوط الاولاني الزمالك تسيده، الشوط الثاني المدير الفني تدخل، بدا يعمل بعض التغييرات عشان ينشط الناحيه الهجوميه، رجعنا لثلاثه ورا، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، وكان ياسر ابراهيم، وبدا يشتغل، قدرنا نجيب الهدف الثاني. لكن في لعيبه النهارده وانا بتفرج على 90 دقيقه لازم يبقى في وقفه مع نفسها، واحد زي محمد مجدي قفشه، انا بقول لك محمد مجدي قفشه لعيب كبير، لكن اللعيب الكبير في الاحداث الكبيره لازم يكون اكبر. النهارده محمد مجدي قفشه طول ال 90 دقيقه انا مش حاسس بواحد بقاتل جوه الملعب، مش حاسس بواحد حتى لو الكره مش ماشيه معاه وهو لعيب كره ان انا بجري وبموت نفسي جري وكميات جري، لا لا لا، انا العمليه على القد، لا. احمد عبد القادر، وده برضو نداء مني الجمهور الاهلي، مش كل لعيب يعمل مباراه كبيره نقعد نفخم ونعظم، لا، احمد لسه بيحط رجله في اول خطوه في فريق النادي الاهلي، صحيح. فين احمد عبد القادر النهارده؟ اللعيب اللي انا عندي قدرات او ثقه في قدراته الكبيره النهارده مش موجود. عمرو السوليه بقاله فتره بعيد، ده نتيجة الثلاث سنين اللي احنا بنقول عليهم، ضغط المباريات وكم البطولات، ومع منتخب مصر انت عندك النادي الاهلي كم العدد الاكبر في منتخب مصر من النادي الاهلي،
منتخب تونس، منتخب مالي، منتخب جنوب افريقيا، منتخب المغرب، منتخبات كتير. فانت النهارده عندك فريق مجهد بقالك ثلاث سنين في القصه دي، مقابل الزمالك فرقه مريحه، بطولات افريقيه بتخرج من بدري، مفيش كاس عالم انديه، حتى المنتخبات العدد الاقل من النادي الاهلي. ماشي يا كابتن، بس هو الحاجه الثانيه الحل، الحل النهارده الروح القتاليه، قبل ما اخلص بس الماتش النهارده، الروح القتاليه لما تشوف واحد زي وليد سليمان عنده 37 سنه بيحارب وبيقاتل، لا ده في لعيبه لازم ترجع نفسها وتتفرج على وليد سليمان في الشوط اللي هو بيلعبه، وهم لعبوا 90 دقيقه ومفيش كم الجري وكم الغل ده، وواحد عنده 37 سنه. الفتره اللي جايه يا كابتن ايمن مش فتره ورديه، مش فتره حلوه، مش فتره حلوه بالشكل اللي انا شايفه. فريق مجهد، انا مش بقول الكلام ده علشان نحبط جماهير، لا انت لازم تبقى انت شايف الطريق اللي انت ماشي فيه، وده مش النهارده بس، ده انت من ثلاث سنين انت الافضل فيهم في قاره افريقيا مش في مصر بس، ثلاث سنين انت بتحصد كل البطولات، ثلاث سنين اللعيبه دي ما ريحتش. النهارده اتفرج في العالم كله، شوف محمد صلاح، محمد هو عمرو السوليه، ده عمرو السوليه مش لعب مباريات قد محمد صلاح؟ طب محمد صلاح واخد شهر ليه راحه كاملا ويرجع يعمل فتره عشان يرجع يستكمل الموسم الجديد. احنا للاسف هنا في مصر مفيش تخطيط ولا في تنظيم في اي بطولات، انت تلاحم مواسم في بعض كان اللعيبه دي مش بشر. العب، اطلع من البطوله العربيه، اطلع على كاس امم، تصفيات كاس عالم، اطلع على كاس عالم انديه، اطلع على بطوله افريقيا. انا ده لا يعني ما يستثنيش ان في لعيبه مقصره وفي لعيبه لازم ترتاح علشان الاقيها السنه اللي جايه. النهارده الفتره اللي جايه انت هتبدا كل مباراه بمباراه تشوف مين اللي هيرجع لك من الاصابات، يا ترى مين اللي هيبقى موجود معايا علشان اقدر اعدي المباراه دي، مين اللي هيقع مني، هتفضل ماشي تحسس كده الفتره اللي جايه، الامور مش هتمشي زي ما انت عايز. المهمه صعبه على مستر ريكاردو، المهمه صعبه طبعا، انا بقول لك الكلام ده عشان الدنيا مش ورديه، لا يا كابتن الفتره الجايه الدنيا صعبه، والسنه اللي جايه، السنه اللي جايه انت محتاج دعم في بعض المراكز، دعم كبير علشان يبقى عندك سكواد قوي. النهارده ايه اللي بيقلق لعيب الكوره وهو في الملعب؟ ان انا النهارده عندي واحد منافس قوي بره، منافس قوي حط تحت قوي دي الف خط يقعدني لو انا هقول. طبعا انا لو ريحت شويه يجي يلعب، انا لو اخطات المباراه دي لا ده هيجي له فرصه ويقعد، وانا هقعد واخسر مكاني في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. فانا لا ده انا مركز في كل المباريات دي مهمه، بس دي هتقدر تعملها دلوقتي؟ لا، انت النهارده عندك موسم لسه متبقي فيه شهر ونص، فمش هي دي اللعيبه اللي انت سايق بيها اللي ماشي بيها في الطريق. معاك يا كابتن، بتتكلم على الموسم الجديد، محتاج لعيبه، محتاج لعيبه. اداره صح. الاهلي شغاله على الكلام ده، شغاله على الكلام ده، بس ما تقدرش تعلن عن اي حاجه غير لسه مع الموسم الجديد. لا انت لسه عندك لعيبه احنا بندعمها وبنسندها الفتره دي عشان نقدر نكمل، بس رساله لعيبه الاهلي بس كده، ده اللي انا عايز اقوله بقى. النهارده النادي الاهلي ما بيرميش الفوطه، النادي الاهلي حتى لو مجهد واللعيبه تعبانه لازم القتال يبقى كل المباريات. ما ينفعش النهارده ان انا مباراه زي فيوتشر العب وادي عرض قوي واجي المباراه اللي بعدها اريح، لا مش النادي الاهلي، مش النادي الاهلي بيمشي على سطر ويسيب سطرين ثلاثه. لا النهارده الحاجه اللي قالها بلال، مين القائد عندك في الملعب؟ انت النهارده لازم يبقى في قائد، مش احنا بنقول في قائد في كل خط في الديفنس، في واحد بيقود الناس من ورا وصوته وكلام، واحد في نص الملعب، واحد قدام الشناوي من ورا، ما هو ده لازم يبقى فيه في كل خط. اللعيبه لو مش فايقه انا ببدا بدوري ان انا فوق. طب ده انا ما شفتوش في النادي الاهلي. هو في سؤال هنا، ما شفتوش في مباراه بيراميدز المباراه اللي فاتت. في سؤال هنا، نفترض ما فيش قائد جوه الملعب، ممكن يكون في قائد بره الملعب؟ المفروض دور اللعيبه، المفروض دور القائد بره الملعب، ومين اللي بيعمل القائد في الملعب او لاعب نعدك، لكن انت وانت جوه الملعب كلاعيبه مع بعض احنا اقرب من اللي بره، احنا اقرب من بره ان حد ينادلنا اعمل، لا احنا جوه الرساله بتوصل بسرعه. لحظه بس يا كابتن، هو مين اللي بيعمل القائد بتاع الملعب؟ المدرب. المدرب. لا 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 المدرب. انت النهارده بكمل الخبرات اللي عندك شخصية اللعيبه دي. لحظه هو بيختار عادل، قصدي مين بيختار القائد في الملعب؟ احنا لما بنيجي نعمل أول حاجة بيبقى معاك ثلاثة في الملعب، أنت كمدرب بتتصل بيهم في كل مكان، حارس المرمى وده بيبقى مع مدرب الحراس
واحد في الدفاع، واحد في نص الملعب، واحد في الهجوم. انت كمدرب بتثق في واحد فيهم على الاقل يوصل لك بالنغمه وبالعين وبالنظره وبالكلمه، وبعدين تعمل واحد ليدر ليهم كلهم، هو شخصيته اللي بتبقى اعلى. فاللي بيعمل ده المدرب. ممكن انت في مدربين قلنا النادي الاهلي كان بيتضايق ان يبقى في ليدر في الملعب، ومش عايزين نقول اسمه مدرب مصري، انت فاهمني، لكن انت كمدرب اللي بتعمل دي تقول له انا بالنظره معاك هتغير، بالنظره معاك هتروح لده اللي مقصر، هتروح تكلمه وتكلمه بأني كلمه. بص يا كابتن عادل، دي مش محتاجه مدرب، دي محتاجه لعيب جوه الملعب. ممكن يلاقي لعيب في كوره الاشتراك بتاعه نص نص، انا كلاعب مش مستني مدرب يقول لي ده انا اروح ازعق اللعيب، لازم استرجع، لازم العب جنب. مش محتاجه لحظه ما حصلت، محتاجه لعيبه جوه الملعب يبقى ذهنيا قويه. اسامه عايز اكمل لك دي، اسامه مهمه اسامه. على فكره لحظه حصلت واختلفوا جوه الملعب، ما وانا بقول لك شخصيه لعيبه كابتن. لا لحظه بس يا بلال، دي مهمه عاوز اقولها لاسامه. انا عارف كل اللي بتقوله، بس بقول لك ليه لازم تبقى بتاعت مدرب، لان اللعيبه اختلفت. اللعيبه ممكن لاعب وشفناها ممكن يروح يكلم لاعب في وقت غير جيد، بيحصل بينهم تراشق، تبقى تعملها العكس ولا ايه يا كابتن علاء؟ لا يا كابتن، بص يا كابتن عادل، بس يا معلش انا يعني حصلت. انا بس هي شخصيه لعيب، بس دي شخصيه لعيب. النهارده الشوط الاول الاخطاء اللي كلفتك هدفين، الزمالك تسيد المباراه الشوط الاولاني، انت قدرت ترجع الشوط الثاني رغم كل الظروف اللي انت فيها، لكن ما قدرتش ترجع في النتيجه، قدرت ترجع على الاستحواذ، ترجع تخلق فرص عشان ترجع. حسام حسن جاب هدف، لكن برضو انا قاعد مش حاسس ان دي الروح والعزم والقوه اللي انا ممكن ترجع ارجع واكسب وبعدين تكسب. صحيح. هو عموما في زعل، وزي ما قالوا الكباتن يمكن يعني كان نفسنا او نتمنى النتيجه تكون غير كده. احنا زعلانين لان احنا حاسين، او احنا جماهير نادي الاهلي زعلانين. في لعيبه زي ما قالوا الكباتن لازم، لا في وقفه مع النفس جديده جدا. انا احيانا لما بكون مقصر في حاجه وحاسس ان انا مقصر، الكارثه ان انت تبقى لعيب في النادي الاهلي مقصر ومش حاسس بالكارثه دي، مش حاسس انك مقصر. زي ما قالوا كباتننا، لا في لعيبه لازم تقف وقفه شديده جدا 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 مع نفسها. الفتره دي احنا قصرنا كتير، زعلنا جماهيرنا كتير، يبقى لا المردود لازم يكون احسن من كده. احنا بننتقد ولكن بندعم، وده دورنا، لازم ندعم. احنا بنتكلم على النادي الاهلي اللي هو يعني احلى حاجه لينا في الدنيا دي النادي الاهلي، وحاسين كويس قوي بجماهير النادي الاهلي، وحاسين بلعيبه النادي الاهلي المجهده، حاسين بظروف الصعبه. ولكن في حاجه انت بتطلعها انك لابس التيشيرت الاحمر، اسمها روح وشخصيه النادي الاهلي، دي مفتقدينها. بعض اللعيبه مفتقدينها. نتكلم على فتره صعبه نفسنا نخرج منها. نخرج منها ازاي؟ هو مش جهاز فني بس على فكره، الجهاز الفني ليه دور، لكن انا كلاعب بنتمي لنادي عظيم زي النادي الاهلي، لا ليا ادوار كتير جدا 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 الفتره اللي جايه، كتير جدا. ولازم انا كلاعب لما بيكون في فترات صعبه وتعدي عليا فيها للاسف خسائر كتير، او مش هو ده المردود اللي انا بتمناه لنفسي وجماهيرك كمان بتتمناه، لا لازم يبقى فيه وقفه وحساب شديد مع النفس. لازم الفتره الاخيره لا، مش روح ولا شخصيه لعيب النادي الاهلي. انا ممكن اكون الاداء الفني زي ما قالوا الكباتن مش في مستوى كويس، مش الافضل، ولكن الروح بتعوض حاجات كتير جدا 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 للعيب النادي الاهلي. احنا مفتقدينها الفتره دي، فتره صعبه. كلنا كنا نتمنى ان احنا نكسب النهارده،
كلنا كنا نتمنى ان احنا نكسب ونحتفل ونتكلم في حاجات كتير الفتره الاخيره حصلت لنا احنا كان لازم نتكلم فيها، ولكن مع الخساره دي يعني صعب الكلام. فاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجوم. انتظروا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، زي ما قلتوا الفتره اللي جايه فتره صعبه. اللعيبه اكيد حاسه بالتقصير، او بعض اللعيبه حاسه بالتقصير، جمهور زعلان. الفتره اللي جايه فتره من اصعب الفترات اللي هتمر عليك في النادي الاهلي. انت عندك كل ثلاث ايام مباراه، انت مطالب انك تجيب بطوله. يعني انت خسرت بطوله النهارده، خسرت البطوله دي موسم 2021، انت خسرت دوري وخسرت كاس. المردود الفتره اللي جايه لازم يكون في رد فعل جامد وقوي من اللعيبه الفتره اللي جايه، مش جهاز فني بس يا كابتن علاء. دي حقيقة. بص يا ايمن، هي حياه كره القدم كده وحياه اللعب كده، فترات بتبقى بطولات وبتكسب وكده، وفترات بتخسر. كويس، دي حياه الكره، لعيب يعني لعيب كره في كل العالم. لكن في النادي الاهلي انت بطولاتك كتير قوي ومكاسبك كتير جدا الحمد لله، خسارتك قليله جدا، عشان كده بتخسر بيحصل الشكل اللي احنا فيه ده، بتبقى صدمه. زي ما اتفقنا واتكلمنا كلنا هنا انك ممكن تخسر، دي كره القدم، مفيش حاجه اسمها اكسب على طول خالص، ما حصلتش لسه يعني من ايام ما قالوا يا كوره. كويس، لكن بتخسر، ممكن تخسر عشان خسرت، لكن مش زعلان على شكلك وعلى ادائك ولا حق. لا، انت خسرت عشان ربنا كاتب انك تخسر، مش مكتوب لك تكسب بمعنى اصح. ايوه، دي اللي هو يعني ايه، الخساره مقبوله يعني، والناس بتسقف لك على فكره، جماهيرك المكان يعني الحته دي بتقدرك كويس قوي قوي قوي. احنا بس كل اللي بنتكلم فيه بقالنا فتره، رد فعل او الروح القتاليه او الحماس عند اللعيب قليل قوي قوي. اسبابها ايه؟ اسبابها دي، ما هو سبب واحد ايمن، هي اسمها فريق كره قدم. في اسباب من اللعيب نفسه، وده يتلم عليها بعض اللعيبه. ايوه صح، انا هقول لك. بص على حاجه، ما انا عايز بس اكلمك في نقطه وبعدين كمل. بلاش زمان يعني، لحد فترات قريبه انت شخصيتك لما بتيجي من نادي تاني، بمجرد ارتداءك الفانيلا الحمراء جوه النادي الاهلي وانك منتمي وبتمثل النادي الاهلي، الشخصيه دي بتتغير. دي حقيقه. طب يعني الكلام ده مفتقدينه ليه الفتره دي؟ وممكن تتغير برضو للأسوأ او لاوحش او للاقل. ازاي؟ لازم تدعم، لازم يبقى عندك حوافز، لازم تتجدد الحوافز عندك. هو في حافز اكتر من اللي بلعب فيه؟ ما انا كده بقول الكلمه دي على طول، لكن وانا بقولها على طول برضه. لكن زي ما بقول لك كده بالعربي ايه، او بالمثل البلدي، صوابعك مش زي بعضها. في واحد مش محتاج تكلمه، في مثلا عادل لازم تحمسه، في بلال لازم تديه رفع جديد عشان تاخد منه اقصى حاجه، في اسامه لازم تحس ان في منافسه. ما هي انت في واحد من غير ما تكلمه هو ما يلبس تيشيرت احمر كده، خلاص الموضوع عندي مقفول، انا بدور على مكسب، ولو خسرت اخسر عشان ربنا كاتب ان انا اخسر، لكن انا عملت كل اللي عليا. ايوه كويس، هو ده، وبجري وبتعب وبتحرك كل حاجه. وانت ليه يا ايمن جالك فتره كبيره قوي ولحد وقت قليل تكسب في دقيقه 95 96 في اخر هجمه ليه؟ روح. ايه شكلك قبلها؟ لو هات اي هدف جبته في مش لازم بطوله، في اي ماتش كسبته في الدقيقه 96، هات لي الخمس ست دقائق اللي قبل الهدف. صحيح، هو ده بقى اللي احنا عايزينه، ده للاسف يعني مش مفتقدينه. مفتقدين الوقت على فكره، وبيحصل والله الكلام ده كله، لكن هي المشكله لازم نخرج منه ازاي. ما انا بقول لك لازم كله هيتجمع، كله لازم يتجمع تاني، زي ما كلنا بنتجمع في الفرح وبنتبسط وبنفرح، لازم يكون في ظرف زي ده. انت عمرك ما خسرت مرتين ورا بعض دايما؟ لا. هات لي كده، ادينا كلنا اجيال مختلفه، يمكن بعضنا لحق بعضه، هتقول لي مباراه احنا خسرنا مرتين مع بعض ورا بعض ابدا؟ حصل تعادل او ابلال؟ لا. اسامه اكيد لا طبعا، احنا كنا مع بعض. وايمن اكيد لا، مرتين ورا بعض فيهم بطوله بالنسبه للنادي الاهلي ما حصلتش. فدي حاجه برضو ايمن مش حلوه، حاجه مش حلوه. لازم من اول مجلس الاداره، ده متاكد منه، متاكد منه مليون في الميه، من اول كابتن محمود
مجلس اداره، لجنه الكوره، كله لازم، كله لازم يتجمع، لازم الشمل يتجمع، لازم الحافز يتجمع، لازم يبقى فيه حته حتى لو انا هديت شويه، لا لازم اجدد الحافز عندك، لازم احسسك انك بتلعب في النادي الاهلي غير لما تستحق تلبس التيشيرت ده، مش عشان انت موجود وبتلعب وخدت بطولات. الموضوع مش كده، طول عمرنا في حته منافسه، المنافسه الفتره اللي فاتت غايبه، وعشان ما اظلمش مستر ريكاردو، مش مستر ريكاردو، مظبوط، الفتره اللي فاتت، الفتره يا كابتن علاء بدون اقطع كلام حضرتك، لا اتفضل اتفضل، اللعيب الوحش مهما كان اسمه بالزبط. يستوجب انه يقعد بالظبط، دي اكتر حاجه توجع طبعا، تبقى انت لعيب كبير وقاعد على الدكه بره، دي حقيقه، لما تلاقي مكانك خسرته في الملعب، ولد صغير بيلعب في الملعب من الناشئين وبياخد فرصه، ما هي احنا لعبنا ازاي؟ ولاعيب كبير في مكانك بيلعب غير موفق، بتدخل ركبت خلاص هو يقعد، هي كره كده، هي الموضوع الموضوع كمان طبعا. عارف يا طبعا كلام اسامه اكيد اكيد صح، لهم في دي كلها دوافع جديده، الموضوع اما كمان مش موضوع ان انا اخصم منك واعمل اسوء حاجه، لعيب كره مش خصمها، مش فلوس، انك تقعده ما يلعبش، تقعده بره، تقعده بره ان هو ما يلعبش، دي تذبحه وتقتله، يتجنن ان هو ما بيلعبش في النادي الاهلي، فلازم الحته دي ترجع تاني حتى لو غابت. ما هو دور الجهاز ودور الناس اللي بره الجهاز هي الحته دي. كابتن ممكن اقول لك حاجه كمان؟ فضل. معلش اتفضل اتفضل، هو اللعيبه دي اخواتنا، لا والفلوس كمان بتوجع، ماشي، لكن معلش ماشي ماشي اوكي، الفلوس كمان بتوجع، معلش والله صدقني، بس حته ان انت تبعد عن فريق النادي الاهلي، ما اعرفش احنا كان بالنسبه لنا كانت كده، مظبوط، يمكن الدنيا اتغيرت. انت يا كابتن علاء، احنا بالنسبه كابتن علاء انت اصلا يعني وجودك في الملعب فلوس كتير ليك، بالظبط، ما انا عارف، بتعلي ما انا بقول لك، ما انا بقول لك في الملعب تقلل من قيمتك، يعني انا بقول لك معاك 100%. بص يا بلال هقول لك حاجه، انا متاكد من اجاباتك كلها، وعادي خليك معايا عادي، تيشيرت النادي الاهلي حط كده جنبه فلوس، صحيح، فاليو يا كابتن، فاليو هتسويه فلوس، استحاله تسويه فلوس، هو ده لازم يرجع، مظبوط، ولازم يرجع، في بعض الناس لازم يتشد عليها، في بعض الناس لازم ماشي تاخد راحه، انها تعبت، لازم حالة وروح النادي الاهلي ترجع تاني، صح. انا بقول لك من اول كابتن محمود انا متاكد من كده، ده هيحصل، مثلا هو مش مستوى الموضوع ده خالص، لان ده يعني ده متربي في النادي الاهلي مع اجيال كبيره، لازم صح. الجهاز الفني والجهاز الاداري كله ايمن اسمه فريق كوره يتلم، الناس الكبيره اللي بنتكلم عليها عادل هو ده دورها، الناس الكبيره صح. لازم تتكلم، لازم ولازم ولازم ولازم، ويجي بقى دور المدير الفني، دور المدير الفني اللي هينفذ واللي انا عايزه واللي عايز يلعب في النادي الاهلي هو اللي موجود، حتى لو اسم لسه بالقلم رصاص، لكن عايز يلعب النادي الاهلي، سعيد ومبسوط ان هو ارتداء التيشيرت النادي الاهلي ده شرف ليه، وده حقيقه على فكره، كلنا الحمد لله لنا الشرف ده، وكلنا متاثرين بالكلام ده، مع اننا ولا كنا بنلعب عشان فلوس ولا احتراف ولا حاجه خالص، انت كنت تموت لو طلعت بره التيم، زي ما كان اسامه بيتكلم، عايز تموتني طلعني بره الفرقه، او احس ان انا احتياطي العادل، يا لو اتجنن، ابقى مستني كده عشان عايز العب، دي لازم ترجع تاني ايمن، صح. اني مستني العب بس، لكن حاجه غير كده لا، لكن دعم ان شاء الله، بدعم مش باحباط ان شاء الله رب العالمين، يعني باذن الله رب العالمين، محتاجين برضو دعم الجماهير، انا عارف ان الجماهير زعلانه، ولكن ده دورنا، ده دورنا، واحنا تعودنا من جماهير النادي الاهلي على كده، في الصعاب بتقف معانا، بتقف ورا لعيبتها، بتقف ورا ناديها، في زعل طبعا، في زعل، ردود الافعال لازم اللعيبه تتقبلها، ردود الافعال بتاعت الجماهير الغضبانه والزعلانه لازم اللعيبه تتقبلها. كابتن عادل، الفتره اللي جايه معسكرات المغلقه او معسكر اليوم الواحد مفيد اليوم في الفتره الكامل. دي اليوم الكامل مفيد في الفتره دي. اولا يا كابتن معلش ارجع الحته، لازم نعتزل جمهور النادي الاهلي على ادائنا ده، دي حقيقه، ومن حقهم كجمهور يعمل اي حاجه، واحنا متقبلين، انا واحد من الجمهور، انا ما بتكلمش باسم الفرقه ولا حاجه، بس انا بتكلم باسم واحد اهلاوي كان بيلعب كوره في النادي الاهلي، عمرنا ما نوصل لجمهورنا ان حد ممكن يحفل عليه ولا حد ممكن يعمل ايه عليه، احنا طول عمرنا بنخليه في اعلى حته كجمهور النادي الاهلي، زي ما هو بيعلينا وزي ما هو بيخلينا افضل ناس، انت فهمتني يا كابتن؟ دي اما حته المعسكر واليوم الكامل والحاجات دي، المشكله مش في دي، المعسكر ده ممكن يعمل لك مشاكل اكتر. زي ايه؟ هقول لك، انت دلوقتي بتشتكي والمدرب حتى المؤتمر الصحفي اللي فات قال كلمه لو فاكرها،
قال ان اللعيبه مجهده فممكن مش عارف الكلام اللي قاله ده قبل كده، انت فاهم؟ ده ممكن يزيد على اللعيبه. طب انا اديك حاجه صغيره، ما سالناش نفسنا اصابه محمد شريف النهارده ايه؟ ده في الدقيقه الكام؟ ده في اول 20 دقيقه، في اول ثلث ساعه، ثلث ساعه مزق في العضله الضم، مزق في العضله الضم، مع انه ما كانش مزق في العضله الخلفيه، ما جريش كتير، ما فيش التحامات ولا جري عادي على فكره، ولا كان في دي ام ايه؟ انا عارف دي ايه طبعا، يعني دي ايه؟ تتقال ايه؟ لا لا، تتقال ان في اجهاد على لاعبين اوكي، وعدم جاهزيه لاعبين. هو الاجهاد الناس فاهمه ان الاجهاد انك تلعب كتير، لا الاجهاد مش كده. ما محمد صلاح بيلعب 600 ماتش ولا ليفربول بيلعب 600 ماتش، انت فاهم؟ الاجهاد اللي انت ازاي تريح، انت ما بتريحش، ده واحد، انت ما بتعدش، دي اتنين، انت في فرق موسيماني عمل لك فرق شرخ فظيع في فرقتك ولازم نعترف بدي، عمل لعيبه في التوب فورم بيلعبوا كتير، وعمل لعيبه ان فيت تحت خالص، يعني كل اللعيبه اللي تحت اللي ما بيلعبوش مش اجهاد، دول ان فيت، زي مثلا محمد محمود رغم انه نزل لعب 20 دقيقه، زي وليد سليمان، زي حسام حسن لما كان بيلعب، زي عبد القادر ما لعبش فترات طويله بس انت شايف عبد القادر هتحس ان هو مجهد، زي قفشه كان بيلعب على مراحل كتيره وقفشه ما لعبش مع منتخب مصر كتير ولا في اي حته وتحس ان هو مجهد وميت وحاجات كده. اقدر اقول لك السوليه ماشي، اقدر اقول لك حمدي فتحي ماشي، اقدر اقول لك محمد الشناوي ماشي، ادي ثلاثه، ها؟ معلول ماشي عشان تونس وسفر وجاي ورايح، وديانج انا اقول لك ماشي عشان برضه سفر ومنتخب رغم انه يعني لعب قليل في المنتخب بتاعه بيلعب اجزاء بس لعب في ماتشات اساس ولكن سفر والحاجات دي، لكن الباقي محمد محمود ولا احمد الباك ليفت محمد اسمه محمود وحيد، محمود وحيد، عندك رامي ربيعه، عندك صلاح محسن، عندك لعيبه كتير ما لعبتش يا كابتن، عندك في مجموعه لعيبه كتير ما لعبتش، دول مش مجهدين خالص. بس هو الامر في الاخر ايه؟ انك انت لما تيجي تعمل المعسكر هتعمل المعسكر لايه؟ انا رايي بقى قبل المعسكر وقبل الحاجات دي، العين الثاقبه في اللاعب اللي ينفع الاهلي او ما ينفعش النادي الاهلي، ده واحد. فالمحترف الحقيقي اللي ينفع النادي الاهلي او ما ينفعش النادي الاهلي، في شغل على المدى القصير اللي هو عندنا الدوري وبنشتغل، وده بالفرقه دي هتلعب وهتشتغل، في شغل على المستوى الابعد انك انت على الموسم القادم لازم يبقى عندك 5 محترفين على اعلى مستوى، وعندك 3-4 لاعبين في اماكن، لانك عندك قوه في مكان وضعف في مكان اخر، عندك قوه في مكان ممكن يبقى عندك 3-4-5 لعيبه في مكان ولكن لا يصلح منهم واحد، صحيح. عاوز واحد اقوى من الخمسه، ودي غير ودي بتبقى علامه استفهام شويه في اي فرقه، انا ما بتكلمش على النادي الاهلي، انك لما يكون عندك مثلا في مكان راس حرب 5 لاعبين راس حرب وما تعتمدش على واحد فيهم ويبقى هداف 100%، في علامه استفهام. كابتن بلال، فترة جايزة ما قلنا فترة صعبة للخروج من الأزمة دي بسرعة، لأن الدوري ما زال في الملعب طبعا، أكيد لسه طبعًا. بدري أكيد أكيد، فقدامنا هدف دلوقتي، الهدف دلوقتي اللي قدامنا بطولة الدوري. بص، لازم طبعا، يعني انت النهارده ما ينفعش تخرج من الموسم خاليه لفاض، يعني ما تعودناش كده، يعني انت تخرج من الموسم بلا بطوله، ما خدتش دوري، اخدت كاس، ما خدتش كاس، المفترض انك تاخد دوري. انا بشوف ان المدير الفني لابد يعتمد على اللعيبه الاجهز بدنيا الفتره اللي جايه. اسم الاهلي لوحده بيخض اي فرق، لكن الفكره كلها وانت بتلعب يا كابتن ايمن لازم تنتقي اللعيبه الاجهز بدنيا وكمان اللعيبه الاجهز نفسيا. انا الفكره بالنسبه لي مش وجود اللعيبه في الملعب، يعني انا النهارده عندي لعيبه كبيره موجوده في الملعب، بس لو اللعيب مش جاهز بدنيا، لو مش فت، لو مش هيقدر يديني مجهود بنسبه 100%، اعتقد هيبقى وجوده يعني بنسبه كبيره صعب جدا جدا على الفريق التاني، يعني مش هتستحمل الفتره اللي جايه ان واحد ما يبقاش يعني في كامل قوته، تمام، في كامل لياقته،
تمام في كامل جاهزيته انه يلعب معاك الفتره اللي جايه. صعب. صحيح. تمام؟ يعني عشان بس احنا اثرنا الجدل او اثرنا موضوع ان في لعيبه لازم تريح، فبالتالي خلاص ما انت معترف ان في لعيبه لازم تريح. فبالتالي مش هينفع كل مباراه تدي اللعيب وتقول له لا ده محتاج يريح، تدي اللعيب ومحتاج يريح، لا خلاص ما هو لازم تقف. لازم هنا ستوب. خلاص لازم احط البديل اللي يقدر يلعب وهو لياقيا جاهز. تمام؟ ولازم في الحته دي المدير الفني لازم يدي الدعم الكبير للعيبه اللي ممكن تلعب، البدلاء اللي ممكن يلعبوا ويكونوا موجودين في الملعب، لازم يشتغل عليهم نفسي بشكل كبير. انت اتكلمت في حته المعسكر، ممكن يبقى مفيد انك المدرب يقرب شويه من اللعيبه، يتكلم معاهم، يلمهم، اللعيبه تلم بعضها. ده المقصود. ده بيبقى مفيد للخروج من الازمات. أيوه. تمام؟ انت لما تعمل أزمة. تجمع بالظبط، لما تعمل تجمع مثلا يومين ثلاثه، مش شرط على فكره طول الموسم، لا، انت تعمل يومين ثلاثه بس، تخلي خلاص المدير الفني يقرب من اللعيبه اكتر، اللعيبه تقرب من بعضها شويه، يحسوا ان فعلا ان الامور، يعني في اوقات كتيره انت بتبقى محتاج الحاجات دي عشان تحس ان انت فعلا دخلت اجواء مختلفه. وفي حاجه يا كابتن ان انا برضه وتخرج من الحاجات اللي انت فيها. في حاجه انا مش عايزها توصل للعيبه، لان دول لعيبه النادي الاهلي. مفيش حاجه اسمها ياس. انت طبيعي. دلوقتي خسرت بطوله. صحيح. ولكن اقف على رجلي تاني. طبعا. في بطوله لسه قدامي، لسه البطوله في الملعب. بس انت عندك يوم الاحد ماتش. ايوه انا عارف. تعمل معسكر ازاي؟ نعم. يعني انت عاوز تربط من المعسكر عشان الريكفري. لا 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 لا، انا بكلمك على حاجه ثانيه خالص. انت محتاج ريكفري سريع. إيه؟ انت ما تعرفش يعني ما تروحهمش البيت في الواحت ده. لا انا قلت ممكن معسكر اليوم الواحد يا كابتن، مش بنتكلم في دي، يعني مش هنتكلم في دي كتير، بس انت محتاج ريكفري. يعني في لعيبه خارج نطاق الخدمه تماما. مظبوط. كمستوى وكتفكير ذهني من ضغط المباريات. صحيح. لازم تريح ايا كان الاسم، لو مش هيديني بدني بنسبه 100% في الملعب اريح. واحد زي عمرو السوليه. عمرو السوليه ما شاء الله لاعب كبير، ثلاث سنين رائع الفتره دي. عمرو السوليه ارجع شوف الهدف اللي دخل فينا في بيراميدز. أيه. الاولاني فخر الدين بن يوسف. بيتحرك وهو لا، ده عمرو السوليه بدنيا وذهنيا ممكن اريحه، اللاعب ولد صغير والفرقه تستمر. هو ده الفتره دي اللي انا بتكلم فيها يا اسامه، علشان تعمل الروتيشن داخل الفريق، علشان تجدد الدوافع. أيه. انت النهارده هي اللعيبه دي اتغلبت النهارده، لازم المباراه اللي جايه لازم ادي لعيبه عندها دوافع جديده. صح. وعندها طاقه جديده علشان تقدر تادي في الملعب. قلت عمرو السوليه. عمرو السوليه كابتن، انت كابتن نامي، انت لو مش جاهز اصلا بدني. عمرك ما تبقى جاهز ذهني. انا بديك مثلا الاخر سنه و10 شهور او سنه و11 شهر لعب 88 مباراه. ده انا بديك امثله. ده مع الاهلي. بس انا بديك ما ريحش. انا بديك امثله في لعيبه مجهده محتاجه تريح، وفي لعيبه محتاجة تريح سوء أداء. مزبوط. علشان تحس بالتقصير. مزبوط. ناحية نفسها وناحية ناديها. يعني حاجة كمان، معلش احنا بنتكلم بصراحة لمصلحة النادي الأهلي، في لعيبة مش حاسة بقيمة الفانيلا اللي هي لابسها. علشان كده هرجع أقول مش الفلوس الخصم بس، اللعيب لما يقعد ويطلع لاعب صغير يلعب هيأدي. واحد زي زياد طارق يلعب. أحمد نبيل كوكا كان مصاب برضه. أنا بقول لك الإصابات كلها جات لك. يعني كم الاصابات الكبير عندك يا واحد زي احمد نبيل كوكا. النهارده كان ممكن يبقى ليه دور النهارده. برضه جات له اصابه في توقيت صعب. النهارده الفتره اللي جايه محتاج تبدا تدخل عناصر جديده اخرى بروح معنويه جديده بكميات جري كبيره، خاصه انت بتلعب كل ثلاث مباريات. دي الفتره اللي جايه تستوجب انك انت تعمله الفتره اللي جايه. وما زال الدوري في الملعب، لازم الكلام ده يوصل للعيبه. مش حاجه اسمها ياس في النادي الاهلي. دوري وكاس. مظبوط. دوري وكاس. مظبوط. يعني ما ينفعش لعيبه النادي 11 ماتش، الفرقه الثانيه عندهم 9 ماتشات يا كابتن. لسه بدري بدري كتير جدا جدا، بدري جدا. صحيح. على الدوري يعني. صحيح. لما نيجي لو قلنا من دلوقتي ان الدوري ضاع تبقى لا لا كارثه. لا 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 طبعا، يبقى الموضوع كارثه. يعني بعد الدوري ضاع بتتكلم فنيا، انت لازم تحاول تستوجب الفتره الجايه انك تعمله. بالظبط. لازم اللعيبه تقعد مع نفسها. النهارده الاخطاء اللي احنا بنشوفها مش اخطاء مدير فني، على اخطاء لعيبه داخل الملعب. انت بتخسر نفسك بنفسك. مظبوط. يعني مباراة انت داخلها في اول خمس دقائق هدف منك، بعدها تلت ساعة هدف خطأ ساذج، فبتدخل الفرقة جوه المباراة. الشوط الثاني انت تسيدته. هو قدر الشوط الاولاني يتسيده ويجيب هدفين. صح. انت الشوط الثاني تسيدته كاملا، جبت هدف بس ما قدرتش ترجع خلاص. احنا كنا افضل. اللي خطف في الاول. صح. عدى بالمباراة. صحيح. لكن الشوط انت كنت افضل. وانت خلي بالك ايه واحنا بنتكلم، وانت في اسوء حالاتك. اللعيبه في اسوء حالاتها بدنيا ونفسيا وذهنيا والكلام ده كله في اللعيبه ده. لكن انت النهارده الشوط الثاني كنت بتحاول لاخر ثانيه. صحيح. لكن الفتره اللي جايه محتاجه بتحاول. سجلت يا اسامه. تقف مع بعضها. لازم تراجع. في لعيبه تراجع حساباتها. في لعيبه خارج نطاق الخدمه.
قفشه لازم انا هسميه لك، اصل مش عيب في الكوره النهارده لما تقول للاعيب انت وحش عشان راجع حساباته. قفشه لا مش ده قفشه، قفشه النهارده تلاقيه مباراه ماتشين ثلاثه تلاقيه بره. احمد عبد القادر لا محتاجين اكتر من كده. النهارده محمد عبد المنعم الاخطاء الصغيره اللي تحت بعملها والثقه الزياده والهدوء في البصه والبطء لا محتاج اتخلص من الكلام ده بسرعه. محمد الشناوي النادي الاهلي محتاجك، محمد الشناوي انت قائد، ما ينفعش النهارده الوقت اللي انت محتاج الفرقه انت اللي تقوم الفرقه ان انا اخطا خطا زي ده. يعني في لعيبه كتيره، صلاح محسن لما ينزل او كان يبتدي المباراه اللي فاتت لازم اراجع حساباتي. يعني ديانج حمدي فتحي لا يعني مع احترامي كل لعيب فيهم يشيل فرقه. النهارده لسوء الحظ ان كل لعيبه النادي الاهلي خارج نطاق الخدمه الفتره اللي جايه. انت مش تقدر تقعدهم يا اسامه، انت مش بقول لك تقعد الفرقه كلها النهارده علشان في تشكيله لعيب مش انت حاسس انه مجهد مش هيديك بدنيا في الملعب يقدر يجري؟ لا اريح ولاعب ولد صغير ما عنديش مشكله. نقطه سريعه حصلت، الاصابات اللي جات لك كتير دي من ايه؟ من حماس اللاعبين لاثبات المدرب الجديد. خلي بالك ما احنا لازم نتكلم صح. اللعيبه نفسها لما المدرب جه وقال كلمه وقال انا هلاعب على التمرين، فاللعيبه موتت نفسها، فاللي بيحصل بينزلوا في المباراه بيتعوروا. تعور طاهر محمد طاهر محمد هاني تعور. بص يا انت النهارده الاصابات ما انت مش اصابات دلوقتي، الاصابات بقى لها فتره بيدخل لك 3 4 و3 4 يتصابوا علشان انت بتلعب في منافسات مختلفة ما بين لعيبة بتلعب في منتخب مصر، لعيبة تطلع تلعب في دوري ابطال افريقيا، وانت ما بتكلمش على مباراة 90 دقيقة، انا بتكلم على سفر ومعسكر والكلام ده كله، كأس عالم أندية، بمقابل ان الزمالك في مصر بيلعب دوري وكأس بس. فرقة ما ولا بتنافس بقى لها 20 سنة بأفريقيا. انا ما بتكلمش على الإصابة النهاردة. لا انا بكلمك على ظروف الأهلي. ظروف الأهلي بقى له 3 سنين اللي بيحصل. صحيح. أكتر لعيبة في منتخب مصر عندك من النادي الأهلي. منتخب تونس، منتخب جنوب افريقيا، منتخب مالي، كل المنتخبات عندك كم كبير من اللعيبه، كل المنافسات تلعب فيها، كل المنافسات تلعب فيها ومطالب انك تاخدها. فالنهارده الشكل اللي وصل ليه النادي الاهلي ده طبيعي في كره القدم. تراكمات بقى لها 3 سنين. النهارده دي مش احنا ما اتفاجئناش، لا ده انت عملت عافر بقى لك 3 سنين وتدخل البطوله دي وتخلص وتلاحم مواسم. بقول لك محمد صلاح النهارده في ليفربول اللي بيلعب كم من مباريات قد النادي الاهلي وبيلعب في دوري ابطال اوروبا ويوصل الفاينل ويلعب في كاس عالم انديه، الراجل واخد شهر راحه. مظبوط. عمرو السوليه فين في الموضوع ده؟ محمد الشناوي ذهنيا حتى صحيح. ما انت النهارده برضو اللعيب محتاج ذهنيا انه يبعد عن كره القدم عشان يقدر يستمر. ما انت دي ويقدر يتحمل الضغوط اللي عليك دي زي ما بلال قال. طبعا كل زي ما بلال قال اللي احنا شايفينه النهارده ده تراكمات 3 سنين النادي الاهلي حصد كم بطولات كبيره علشان كده بيحصد النهارده ان الكيرف نزل. طب الكيرف نزل ممكن تلاقي 2 أو 3 لعيبه، لا ده انت حظك السيء الفرقه صحيح. نزلت مع كم الاصابات اللي عندك، ده اللي احنا بنتكلم عليه في الوقت الحالي. طب الموسم اللي جاي لا محتاج تدعيمات، لا الاداره طبعا. شغاله على التدعيمات طبعا الاداره شغاله على التدعيمات لا تجيب لعيبه اللي جايه محتاج. زي ما الاداره دي عملت السكواد بتاعك من 3 سنين أيوة خدت أيوة. بيه كل بطولات افريقيا تعمل سكواد اقوى من ده وشغال عليه، بس انت ما تقدرش تعلن الكلام ده دلوقتي. خلينا احنا محتاجين في هل الاداره مش عارفه ان في مراكز واقفه عندها وممكن محتاجه عارفه وشغاله والناس شغاله وبتدعم، بس أوكي. ما تقدرش تعلن في الوقت الحالي. الموضوع محتاج ذكاء من المدير الفني ازاي تدير الفتره اللي جايه، انك ازاي تسكن الفتره دي. بمعنى انا مع اني اللعيبه اللي هي الكبار اللي هم موجودين لعبوا كتير، انا بالعكس في النوعيات من الاستشفاء كتير قوي ممكن ترجعه في 3 ايام، ولكن ما ادلوش الاوقات كلها، اديله 20 دقيقه يقعد بره وينزل لاعب اخر، لكن ما نخليناش نغير 7 8 تغير في شكل اللعيب. لا دي بقى محتاجه غير واحد او اتنين النهارده بس. ريكاردو مع سامي النصار ازاي الفتره اللي جايه دي. مش هقول الفتره، لا ده انا بقول لك مباراه ان انا وناخد الدوري المباراه دي، انا مش عارف مين الاصابات اللي عندي وبعدين هيحصل عندي كل مباراه وبعدين تاخد الدوري. انت ممكن تكسب ان شاء الله وانت الفرق اللي بينك وبين الزمالك هيبقى 3 بونت، انت فاهم؟ تاخد الدوري المواجهات لصالحك. يعني لو هو وقع ماتش وانت كسبت مبارياتك لسه في الملعب لسه بدري، الدوري لسه بدري، انت عندك مباراه جايه 27 نقطه. 27 نقطه الجونه لو انت كسبت الزمالك تعثر خلاص انت بطل الدوري خلاص مره ثانيه انت بطل الدوري لسه بدري، لكن محتاجه من اللعيبه اكتر وذكاء من الفتره اللي جايه فتره صعبه، لكن دور
اللعيبه مع الجهاز الفني ان شاء الله البطل بيخرج بسرعه جدا 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 من اي كبوه بتقابله، ودي سمه لعيبه النادي الاهلي وشخصيه لعيب النادي الاهلي. فاصل نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن الحاله التحكيميه، انتظرونا.